الخبر أول اللي عدى عن إيرمين مار وقمر الطاي وردهم على نور مار. فأول شيء يا حبايب قمر الطاي نزل شوية ستوريات ويا باريش دادا اللي هو مثل ما تعرفون إنه باريش هو ونور مار أكو مشاكل ما بينهم. بالنسبة لإيرمين يا حبايب فهي ردت على بعض الأسئلة، وأهم الأسئلة هو صحيح طلعت من الفريق مال نور مار؟ فهي ردت إنه ياب طلعت. وبالسؤال اللي بعده سألوه إنه هل راح تفتحي قناة يوتيوب؟ فردت إيه إن شاء الله قريبا. فأكيد تكونوا متحمسين واكتبوا لنا بالكومنتات شو رقم قناتها الجديدة راح تفتحها. بالنسبة للسؤال اللي بعده يا حبايب فسألوه إذا أنت مخطوفة فأغمزي، طبعا يضحكون مو اكثر. وهي ردت يا حبايب انه هي غمزه بدون ما حدا يشوف انها اساسا صدق مخطوفه. المهم يا حبايب السؤال الناري اللي بعده سالوها انه ليش فتحت حساب جديد، حسابك القديم وينه؟ فردت على الموضوع انه حسابها القديم هو مو وياها، يعني سارقين فريق نور مار. اقول راح تكون بالستوريات يا حبايب باريس دادا ويا قمر الطاي. رد على نور. هاي حبايب، اليوم التقيت بشخص احنا كل لقاءاتنا بتكون فجأة وغريبة صح؟ ايه مو بعرف ليش. المهم بدي اسوي لك تاك بس ما بدي اسوي تاك، ما عندك حساب يا حرام، ما عندك حساب. ترى ليش بتقولي هيك؟ طلع الفلتر اللي انت مع بين. شو خصني انا؟ انت قصدك شو؟ ها؟ يا ويلي يا جماعة راح حسابي يا جماعة، حرام علي. خطية يا جماعة، قاعدة ويا ناس ما عندهم حساب، فحبيت انه اغوره اصور ستوري. بالنسبة لنور مار يا حبايب فهو مرد على هذا الموضوع وما نزل اي شيء، مجرد نزل هذا الستوري كاتب بيه الحمد لله على كل شيء. فكتبوا حبايب بالكومنتات هل انتوا ويا نور مار ام ويا قمر الطائي ونيرمين. وبس والله حبايب نوصلت المقطع، فجروا مقطع باللايكات شاركوا فيها زي ما قادمين القصص. احبكم وبس، مع السلامة.